الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات. أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، وذلك بعد أن تبين للجهاز أنهم قاموا بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا. كما تشمل الاتهامات التي يوجهها الجهاز إلى الشركات الثلاث الاتفاق على تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة وتحميلها للمستهلك بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. شهد وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل توقيع عقد مشروع جديد للبتروكيماويات لإنتاج السترين بالمنطقة البترولية في الإسكندرية باستثمارات تبلغ حوالي 460 مليون دولار لإنتاج 300 ألف طن لتغذية مشروع البوليسترين. تم توقيع العقد بمجمع البترول في الإسكندرية بين الشركة المصرية لإنتاج السترين والبوليسترين الاسترينكس وشركة إم بي المقاول العام للمشروع. أعلن البنك الدولي تقديم دعم لصندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار بقيمة 300 مليون دولار من خلال برنامج دعم إسكان محدود الدخل، وقال البنك إن تلك المساهمة تهدف إلى إصلاح الخلل الحالي في الدعم المقدم لشركات المقاولات متوسط الدخل مباشرة للمشترين عوضا عن دعم المستثمرين في مثل تلك المشاريع. وأشار ممثل البنك الدولي للتمويل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أشار إلى أن هذه المقاربة ستضمن الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة وتوقف أي تلاعب يمنع وصول الدعم إلى مستحقيه. أنهت البورصة المصرية تعاملات مستهل تداولات الأسبوع على ارتفاع كبير قفز بمؤشرها الرئيسي بأكثر من 2%، وذلك في ظل مشتريات قوية من المستثمرين العرب والأجانب قابلتها مبيعات من المصريين. وارتفعت مؤشرات البورصة خلال تداولات اليوم مدعومة بمشتريات للمستثمرين العرب والأجانب قابلتها مبيعات للمصريين. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع إيمان منصور ونرمين خليل. شكرا شهاب. تبدأ غدا الاثنين جولة مفاوضات جديدة بين إيران والقوى العالمية مجموعة 5+1 بمشاركة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة فيينا لبحث كيفية تطبيق الجوانب التقنية لاتفاق جنيف. ويأتي الاستعداد لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات في ظل ترقب عالمي لنتائج الزيارة التي قام بها اليوم اثنان من مفتشي الوكالة لتفقد مفاعل أراك النووي بناء على دعوة إيرانية. ويعد الاجتماع الذي يعقد في الغد هو الأول من نوعه الذي يجمع الأطراف الثلاثة المعنية بحل المشاكل العالقة الخاصة بالملف النووي الإيراني لوضع تصور كامل حول كيفية تنفيذ الوكالة لبنود اتفاق جنيف الذي تم توقيعه، والتأكد أيضا من التزام إيران بتنفيذ كافة بنوده. وفي الوقت نفسه دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الاتفاق المؤقت المبرم مع إيران للحد من أنشطة برنامجها النووي، وتعهد بتغليظ العقوبات أو الإعداد لضربة عسكرية محتملة إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق، وذلك في محاولة لطمأنة إسرائيل. من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث قال بيريز إن إسرائيل ليست عدوا لإيران، كما أنه لا يجوز لإيران تهديد العالم بالحصول على السلاح النووي. يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم مع المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في باريس، وذلك في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي للسلام بشأن سوريا جنيف 2 والمقرر في 22 من يناير المقبل. ميدانيا أعلن الجيش السوري سيطرته على بلدة نبك بريف دمشق بعد أن قام بقصفها بعنف حسب ناشطين.
واتهمت المعارضة السورية القوات الحكومية بقتل نحو 40 شخصا في النبك، فيما دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدخول الفوري إلى البلدة التي تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش السوري. من جهة أخرى قتل 25 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء غارات شنها الطيران على مدينة الرقة الواقعة شمال شرقي البلاد، وهي أكبر مدينة تخضع لسيطرة المعارضة. يستقبل اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الإسرائيلي فيكتور ليبرمان لإجراء محادثات حول مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. كان كيري قد أكد أن الإسرائيليين والفلسطينيين أصبحوا أقرب ما يكون إلى السلام، وتتناقض هذه التصريحات مع ما قاله ليبرمان الذي صرح أن مفاوضات إسرائيل الجارية مع فلسطين آلت إلى طريق مسدود، كما استبعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم أو حتى مرحلي مع الفلسطينيين في الفترة القادمة. دعا ائتلاف شباب الانتفاضة إلى تنظيم مسيرات اليوم في كافة أرجاء الأراضي المحتلة إحياء للذكرى السنوية 26 للانتفاضة الفلسطينية الأولى والتي تعرف بانتفاضة الحجارة. يشار إلى أن ائتلاف شباب الانتفاضة نظم خلال الشهور الثلاثة الماضية عددا من الفعاليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التماس بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كان آخرها يوم الاثنين الماضي عندما أطلق قافلة الصمود والعدالة والتي تمكنت من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة رغم التهديدات الإسرائيلية. إلى العراق، حيث قتل 30 شخصا وأصيب نحو 100 آخرين بجروح في هجمات متفرقة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت بغداد ومناطق محيطة بها. وأفادت مصادر أمنية أن أكبر تلك الهجمات وقعت في منطقة البياع غرب بغداد، كما وقع انفجار آخر نتيجة عبوة ناسفة زرعت في سوق شعبي مزدحم بحي العامل الذي تسكنه غالبية شيعية جنوب غرب العاصمة. يأتي هذا بينما فرضت القوات الأمنية طوق أمنيا حول موقع الحادث وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان أن تدخل الجنود الفرنسيين في إفريقيا الوسطى يدعم القوى الإفريقية ويهدف إلى إعادة حد أدنى من الأمن من أجل إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية. يأتي هذا فيما انتشرت قوات الجيش الفرنسي في بانجي العاصمة للمساهمة في وقف العنف الطائفي بين مسيحيين ومسلمين شهدته المدينة وأسفر عن سقوط نحو 400 قتيل. وأعلنت قيادة الأركان الفرنسية أن فرنسا نشرت كافة قوتها البالغة 1200 جندي وخمس سرايا مقاتلة مدعومة بأربع مروحيات. أصيب خمسة من قوات الشرطة في المنصورة إثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة وطلاب من الإخوان اليوم. وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من المنصورة مراسلة نيل نادية النادي. نادية، تفاصيل ما وقع، نعلم أن الاشتباكات كانت حادة اليوم في جامعة المنصورة. نعم، اليوم طبعا بعد ساعة الظهر بدأ تنظيم المسيرات في جامعة الإخوان وعشرهم داخل جامعة المنصورة. الأعداد كانت زائدة عن الأيام السابقة في يعني دعوة لتأكيد الشرطة ورفض قانون التظاهر. هذه التظاهرة خرجت من باب وباب الجامعة الرئيسي الشارع الجمهورية في عملية يعني تشكيك بالأمن. هذه العملية عندما بدأت قوات الأمن تتنبه لها قام بعض الملتزمين الطلاب بإلقاء الملتزم على سيارة الشرطة. فك الشرطة تم إحراقها. كانوا داخل الجامعة نادية؟ نعم، كانوا داخل الجامعة؟ لا، خرجوا من بوابات الجامعة إلى بقطع المحاولة لقطع الطريق وحرق إطارات سيارات، وفي نفس الوقت قاموا بإلقاء الملتزم بعض الملتزمين قاموا بإلقاء الملتزم على سيارات الشرطة والمدرعة. أصيب ضابط شرطة بحروق في الرجل واليدين، تم تحويلهم بحسب ما بيان كشف طارق بالمنصورة الذي استقبل اليوم 8 مصابين تقريبا، منهم 4 جنود وضابط شرطة. الضابط تم تحويلهم كشف الحروق. الأربعة مجندين إصابتهم باختناقات، لأن الأمن عندما تعامل
مع التظاهرة تشتتهم بالغاز المسيل للدموع. كان هناك أيضا بعض اختناقات لبعض الطلاب وهناك إصابة طعن لأحد العاملين بالجامعة في الفخذ تم تحويله إلى مستشفى الطوارئ. أيضا أضف إلى اليوم هناك تصعيد، هناك عملية عنف على غير العادة. الأمن حاول إدخال الطلاب مرة أخرى إلى الحرم الجامعي، كانت هناك محاولة للاشتباك بينهم. الوضع الآن هناك ما زالت حالات من الفرق والفرق داخل جامعة المنصورة، هناك عملية من قيام الطلبة بتقطيع الأشجار وإحراقها. طيب ما هذا الوضع لمنع الغاز المسيل للدموع وتأثير، لكن العملية ما زالت سيئة حتى الآن. يعني الاشتباكات ما زالت حتى الآن. نادية، هل مع هذه الأوضاع المتوترة دخل أفراد الأمن إلى داخل الجامعة؟ لم يدخل أفراد الأمن حتى الآن. الأمن قام بدفع تشكيلات من الأمن حول الجامعة بمختلف بوابتها تحسبا للخروج من أي منطقة أخرى، إلا أن رغم التعزيزات الأمنية الاشتباكات موجودة داخل الجامعة. يعني هناك تعامل بالغاز ما بين الأمن وبين الطلاب، والوضع يعني ما زال حتى الآن حتى هذه اللحظة ما زال لم ينتهي بعد. أشكرك نادية النادي من المنصورة. وختاما مشاهدينا إليكم تذكرة بأهم ما ورد في هذه البانوراما الإخبارية. اشتباكات بين طالبات الأزهر وأمن الجامعة وطلاب هندسة القاهرة يعتصمون احتجاجا على مقتل زميلهم. انطلاق الجولة الثانية من المباحثات على مستوى خبراء اللجنة الثلاثية لحوض النيل في العاصمة السودانية. الرئيس السوداني عمر البشير يجري تعديلا وزاريا يشمل عددا من الوزراء وفريق معاونين. ختام العناوين، ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة، إلى اللقاء.